الرحيم. احنا معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب المقف النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا وسهلا بيوفع. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. على كابتن هاني رامتي وعلى كابتن عمرو وعلى كابتن ساره وعلى حضرتك. ويعني انا سعيد ان انا معاكم في النادي. لا احنا سعداء موجود في بيتك في البيت الكبير في النادي الاهلي ومعانا نجوم على مستويات مختلفه في الميه وعلى الارض من نجوم النادي الاهلي. لا انت معاك ناس يعني عمرو انا يعني بالنسبه لي مربي طبعا ساره لعيبه هاندبول كبيره وزوجته وعيله اهلاويه زي ما بيقولوا كده من الالف للياء وناس ابطال وانا سعيد ان انا موجود معاهم وسعيد ان هو عمرو معايا وسعيد ان العيله دي كونت في النادي الاهلي وان شاء الله يعني يجيبوا اولاد يبقوا ابطال برضه يكملوا مسيره باباهم وامهم يا رب ان شاء الله. الله كملوا المسيره دي يا كابتن وائل ان شاء الله بمسيرة. ايه ابرز ما اللي بيميز كابتن عمرو ممدوح من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو عمرو طبعا شخصيه جميله. انا يعني مش عايز اقول بقى اكبر نفسي يعني اعتبر نفسي اخويا كبير بالنسبه له مش بيساووه بس عمرو يعني على المستوى هو راجل طبعا من الناس المتميزين لعبا وخلص اللعبه. هو اساسا خريج تربيه رياضيه قسم اداره عنده ملكة الإدارة. أنا راجل طبعا بحب الناس الإداريين. هو راجل منظم جدا راجل شاطر راجل أنا فخور إن هو معايا وإن شاء الله تشوفوا كده رئيس جهاز إن شاء الله المستقبل بتاع النادي الأهلي إن شاء الله. تحب تقول له إيه يا كابتن؟ كابتن اتفضل. كابتن وائل يعني أخويا الكبير طبعا اتعلمت منه كتير جدا في الناحية الانضباطية جوه الملعب. اتمرنا مع بعض وقعدنا مع بعض كتير جدا نلعب بعد ما بطل ساب فراغ كبير في الناحية الانضباطية. الناحية الانضباطية يعني ايه الالتزام يعني؟ هو كابتن وائل عميد شرطة فالموضوع ده عنده مؤثر منظم جدا في كل حاجة. الناحية الأخلاقية والانضباطية في الملعب بتبقى مهمة جدا بالنسبة له قبل الناحية الفنية. الواحد يتعلم منه وبيتعلم منه صراحة. أكيد كمان بناء الكوادر كابتن زي ما حضرتك بتتكلم يمكن شفت في عمرو دوت وكنت أنا لسه هسأله دايما اللعيب لما بيبطل بيبص لحتة التدريب. هو كان مدرب حراس المرمى لكن حضرتك شفت فيه كمان نوع من أنواع القدرة الإدارية وده مهم جدا مش في الووتر بولو بس في كل الالعاب. انها لو ما كانش في اداريا الموضوع متظبط بشكل كويس ده بينعكس سلبيا على الاداره الفنيه وعلى نتائج الفريق كمان بشكل مباشر. يعني هو كابتن هاني كلام حضرتك صح. هو دايما ابدا بيبقى فيه دايما ندره في موضوع الاداره. هو دايما ابدا اي لعيب بيبطل بيتمنى يبقى مدرب وياخد السلك الفني. صحيح. الاداري ده بيبقى شغلانه صعبه وزي ما بيقولوا كده ورا الكاميرا يعني بس هو يعني انا دايما ابدا بقول لهم المقوله اللي انا اتربيتها ويمكن كنت بسمعها من كابتن صالح. اداره قويه وفريق ضعيف تكسب، اداره ضعيفه وفريق قوي تخسر. فدايما ابدا الاداره هي العامل الاساسي والرئيسي في تكوين ونجاح اي فرقه. صحيح صحيح. ده عامل مهم جدا مش على مستوى كمان الووتر بولو اعتقد على كل مستويات الاداره في كل حته. طالما الاداره قويه وقادره تسيطر بشكل كويس وعندها فيجن وعندها رؤيه ده بينعكس على الاداره الفنيه وبينعكس كمان على النتائج والبطولات. وده اللي شفناه كمان يعني عمرو اتكلم على سنين لعبه هو في يعني داخل الميه مش داخل الملعب داخل الميه بطولات كتيره جدا. هو شاف ده ان حضرتك كمان كان ليك تاثير ايجابي ان الاداره كان ليها دور اكتر من رائع في حصد هذه البطولات. يعني كابتن هاني انت كمان اتربيت في المانيا وشفت يعني اتربيت في مصر وعشت في المانيا سوري يعني صحيح طبعا في المانيا طبعا وشفت قد ايه ان الاحتراف والاداره والانتظام هو اللي بيوصل لعيب لاعلى المستوى. ويمكن حضرتك اللي شفته ده خلاه عندك افضليه واولويه في تنظيم الفرق والتنظيم ده. صحيح. فاحنا بنحاول يعني المسيره دي نكملها في النادي الاهلي احنا ربنا عليها في النادي الاهلي. كابتن وائل ما في اتفضل كمل. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ما فيش ناس كتيره قوي يعني مهتمه بفكره كره الميه يعني عشان برضو نبقى صراحه مش زي كره القدم برضو في النهايه. لكن كلمني عن المنافسه بقى في كره الميه. مين اقرب المنافسين؟ مين اللي بينافس النادي الاهلي حاليا؟ هو حضرتك احنا في القطاع الناشئين احنا ونادي هليوبس. يعني هو النادي هليوبس بالنسبه لهم دي اللعبه الشعبيه الاولى تمام. وعندهم
فرق قويه، واحنا الحمد لله بننافسهم، بنكسب بطوله، هم بيكسبوا بطوله في قطاع ناشئين. في القطاع العمومي او الدرجه الاولى في احنا والجزيره والجبل، وبتتارجح البطولات بيننا احنا الثلاثه. يعني مره احنا خدنا السنه دي الكاس، الجزيره خدت الدوري السنه اللي فاتت نفس القصه، فاحنا دايما ابدا وهليوبتس بينافسنا، فاحنا الموضوع فيه منافسه قويه جدا بيننا احنا ثلاث فرق في القطاع العمومي او الدرجه الاولى، وقطاع الناشئين احنا وهليوبتس بنتنافس على جميع البطولات. تمام. نقطه ثانيه احب، هو في عمرو في محترفين في الفرقه، يعني في ممكن تجيبوا لعيب محترف في دوله متقدمه يكون موجود مع الفريق يساعد الفريق او يعمل فاليو للفرقه، هل ده موجود؟ ده حقيقي فعلا، حصل في ثلاث مواسم وفي عهد كابتن وائل كان اول مره يدخل محترفين في النادي الاهلي. هليوبلس والجزيره على طول كان عندهم محترفين، وده اللي زود من خبراتهم كتير جدا. احنا الخطوه دي خدناها متاخر عنهم شويه، ولكن الحمد لله كنا بننتقي محترفين من صربيا ومن المجر بعد دراسه سيفيهات كتير، كاتيجري ايه على طول. وكابتن وائل الصراحه وبمسانده النشاط الرياضي ومجلس الاداره ما كانوش بيدخروا اي جهد ان هم يوفروا لنا افضل المحترفين. حتى على مستوى الإدارة يعني في أعتقد صربي أو مدير فني، المدير الفني موجود عندنا صربي، بقالنا برضو دي خامس موسم توافد المدربين المجر والصرب تحديدا، هم دول أفضل دولتين أفضل مدارس، أفضل مدارس. أوكي. كان عندنا مدير قطاع ناشئين صربي، وبعدين جبنا مستشار فني لقطاع كرة المية مجري، ده كان مدرب المنتخب في وقت من الأوقات. وبعدين رجعنا تاني جبنا مدير قطاع ناشئين صربي، والمدير الفني الصربي اللي موجود عندنا دلوقتي ديان، ده مسؤول عن الدرجة الأولى وعن يعني استراتيجية كرة المية في النادي الأهلي لغاية الأكاديميات. حلو. ده تالت موسم دلوقتي، ويعني الحمد لله كله بيتعلم منه يعني. المنافسة السنة الجاية كابتن وائل هتكون شكلها عامل ازاي؟ والله يا فندم هي هتبقى برضو احنا نفسها في الدرجة الأولى ولا في القطاع الناشئين؟ هو في القطاع، لا الفريق الأول، أنا أقصد الفريق الأول طبعا. الفريق الأول في القطاع الناشئين هيبقى بيننا احنا والجزيرة والهليوبتس، ونتمنى إن احنا نحصل على الدوري والكاس. وفي قطاع الناشئين طبعا كابتن وائل عزت عامل مجهود كبير قوي، وفي استراتيجية جميلة معمولة بين الكابتن ديان اللي هو مدير فني وكابتن وليد، وان شاء الله هتنتج عنها نتائج متميزه ونتائج تشرف النادي الاهلي. ده مهم كمان، عايز اربط اداره او مجلس اداره النادي الاهلي زي ما مهتم بالكره كمان، انا شايف نفس السيستم بيطبق في الووتر بولو، حتى على مستوى كره القدم قطاع الناشئين عندنا مدرب تشيكي، لان المدرسه التشيكيه في تاهيل الناشئين مستواها عالي جدا، وبالتالي كمان قطاع الناشئين انا شايف من كلام حضرتك انه مهم جدا جدا انك تطلع مواهب وتجيب مواهب كتيره جدا من جوه النادي الاهلي، من اولاد النادي الاهلي عشان يمثلوا الفريق الاول يعني. هو كلام حضرتك صح، احنا طبعا على طول في دعم، وعلى طول بيبقى فيه احنا كمان مركزين قوي ان احنا ندعم الفريق بالعناصر الناشئين عشان ده هو مستقبل النادي، ودايما ابدا هي كده الدايره، احنا بنسلم فريق اولاد بيسلموا الفريق الكبير وبتمشي كده. وبالمناسبه كمان انا عايز اتمنى الشفاء لكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، وربنا يقوم بالسلامه لان هو بيمر بازمه وعكه صحيه كده، وان شاء الله ربنا يقوم. لا الف سلامه عليه، الف سلامه عليه، يقوم بالف سلامه. يعني احنا طبعا سعداء بالمداخله دي يا كابتن، ويعني بنشكرك على وجودك معانا هنا في البيت الكبير، وكابتن عمرو كمان انا عارف ان انت عزيز عليه جدا، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك والاداره السليمه، ونشوف كمان ان شاء الله بطولات مستمره سواء على القطاع الناشئين او حتى الفريق الاول.